بركة الله نتوكل ونستعين، انطلاقاتنا متواصلة والاندفاعات مستمرة في أشواط صباح هذا اليوم، أشواط سن اللقاية في مهرجان الظفرة لعام 2023. انطلاقة شوط الختام في الفترة الصباحية، شوط العشرين الخاص باللقاية، القعدان المهجنات ليتابع هذه الأسماء ولأنطلق مع هذه الشعارات. والمركز الأول الفارس على المركز الأول معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي على المركز الأول يتقدم بصدارة الشوط، بينما المركز الثاني أتابع انطلاقة طشار محمد بن سعيد بن متعب آل حنيتم المري يتقدم على المركز الثاني بانطلاقة طشار، المركز الثالث المارد أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي على المركز الثالث قادم بشعار الذي يقدم مستويات كبيرة في هذا اليوم. المركز الرابع وصول شاهين حمدان بن محمد بن مبارك العفاري قادم على المركز الرابع، والمركز الخامس انطلاقة الطياري مهنا بن مبخوت بن محمد بن مسن يتقدم في هذه اللحظات ينطلق ويصل، بينما القدوم بينما الوصول الانطلاق والاندفاع من مرعوش محمد بن سالم بن محمد الوهيبي يهاجم في هذه الأثناء بانطلاقته وبحضوره أيضا التدخل والانضمام من شعار نايف عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يهاجم المراكز الأمامية يتقدم بدوره، بينما أتابع شاهين أيضا القادمة هنا وصول وانطلاق من شعار العميمي باحثا عن نقطة ثالثة في هذا اليوم، يهاجم باسم جديد يتقدم بالشبابي عبد الله بن سيف بن محمد العميمي. أتابع المركز التاسع شعاري بن معتوق قادم أيضا واصل في هذه الأثناء يتقدم وبكل قوة الشبابي محمد بن عتيق بن شامس العامري، وختاما لهذا النداء أجد في هذه اللحظات انطلاقة صايب راشد بن علي بن سالم الغيلاني. هذه الأسماء، هذه الانطلاقة، أتابع أيضا الوصول من الأسماء، أتابع التقدم، أتابع الانطلاق الواصل غاير سهيل بن خليفة بن سهيل المزروعي. هذه الأسماء العشر الأولى، يا من تتابع يا من تراقب، والعودة العودة من جديد إلى المركز الأول والعودة إلى صدارة هذه الأسماء. أعود لأتابع مقدمة الشوط، لأتابع صدارة الشوط والانطلاق الأول. وين وين يا الكعبي وين؟ على المركز الأول يتقدم الفارس معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي بصدارة الشوط بمستوى كبير، بانطلاق جميل، باندفاع مميز، يتحرك على المركز الأول كيلو ونصف الكيلو، ولكنهم بدأوا يقتربون يا راعي الفارس، بدأوا يتحركون يا راعي الفارس. وصل الشبابي وأيضا تقدم المارد، ياهي سلالات ياهي سلالات ياهي دماء أصيلة، الفارس الشبابي والمارد والقادم مرعوش، مرعوش بشعار ممثل السلطنة يتقدم محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، والقدوم من غاير 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 سهيل بن خليفة بن سهيل المزروعي. يوهي معركة، يوهي أسماء، الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، والذيب قادم عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي يصل في هذه الأثناء، ولكن وين الكعبي وين الكعبي وين؟ مع المركز الأول منذ بداية الشوط أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي قادم مع المارد، يحاول ما زال يحاول، ولكن الاكتبي والفارس
الفارس. الله 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 على هذا المستوى، على هذا الانطلاق. شعاري معالي علي بن سالم بن عبيد الاقتبي، ما شاء الله تبارك الرحمن. انطلق الفارس، اندفع الفارس المارد على المركز الثاني احمد بن عبيد بن مبارك الاقتبي، ولكن الفارس قفل على الشوط وحساباته. شعار المعالي الى المعالي، ينطلق هذا الشعار الى الفوز الى الانطلاق. روح يا راعي الفارس روح، انطلق بهذا المستوى بهذا الاداء الكبير. من يوم فكوا الشوط راح على المقدمة، واصل على هذا المسار. هذا الفارس بانطلاقة شعاري معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي. سلام 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 على هذا المستوى، على هذا الأداء الكبير. هناك مشكور يا العمري، مشكور راشد العمري من تابع شعاري معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي. تهانينا والناموس على هذا الأداء وعلى هذا المستوى الكبير. المركز الثاني كان المارد، على المركز الثاني احمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. من المركز الثاني المركز الثالث كان الوصول على المركز الثاني. هناك انطلاقة البرج راشد بن محمد بن سعيد بن روشد. المركز الثالث المارد احمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. كان المركز الرابع لحظة وصول مرعوش محمد بن سالم محمد الوهيب. المركز الخامس كان قدوم الشبابي عبد الله بن سيف بن محمد العميمي. والتوقيت الزمني هناك مخرجنا العزيز المركز الاول الفارس، كان التوقيت 6:10 اربع اجزاء من الثانية الفارس معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي، تستاهل الفوز والناموس. المركز الثاني التوقيت الزمني للمركز الثاني 6:11 اربع اجزاء من الثانية كان البرج راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. والمركز الثالث التوقيت الزمني 6:11 سبع اجزاء من الثانية اللي كان على المركز الثالث هو المارد احمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. تهانينا وناموس لجميع الفائزين، حظا اوفر.